او هاف ميد ذا وورلد ا سمول فيليج، جعلت العالم قريه صغيره. يبقى جلوب اللي هو العالم، جلوبال عالمي، جلوبالايزيشن العالم. برضو لو انت عايز تتكلم عنها كموضوع باراجراف، في الباراجراف هتتكلم عن العولمه تقول ايه، تتكلم بقى عن المودرن تكنولوجي، التكنولوجيا الحديثه. ما العولمه مرتبطه بالمودرن تكنولوجي، يعني مثلا هتقول دلوقتي وي هاف ساتلايتس، عندنا اقمار صناعيه، موبايل فونز، اند مودرن مينز اوف تكنولوجي، وسائل التكنولوجيا الحديثه، which help us، اللي بتساعدنا to communicate easily، بتساعدنا ان احنا نتواصل مع بعض بسهولة. globalization، العولمة دي has bad effects، لا اثار سيئة on developing countries، لا اثار سيئة على الدول النامية. مثلا ممكن نتكلم، نقول تاني، نتكلم على موضوع globalization. globalization مثلا affects، بتؤثر affects life on earth، بتأثر على الحياة على وجه الأرض وهكذا. طيب نكمل، طب تعالوا نكمل بس الأول وهنكمل القصة واللي انتوا عايزينه كله، بس يعني صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طيب حاضر، ليس مضطر ولم يتم الحدث، ليس بحاجة، ولكن حد بيسأل على ولكن وتم الحدث. يا جماعة اصبروا، الله يخليكم. respected و respectable و respectful، الفرق بين الثلاثة دول أنا كان نفسي تسيبونا كام بطريقة، الناس عمالة تسأل برضه. respected و respectable و respectful، respected بمعنى محترم لأعماله أو إنجازاته، زي ما أقول مثلا مجدي يعقوب is a respected scientist أو a respected doctor، يحيى حقي is a respected writer، كاتب محترم له إنجازات، له أعمال كتيرة كويسة. respectable، ريسبكتبل بمعنى جدير بالاحترام، يعني مثلا لو قلت ممكن اقول ريسبكتبل فاميلي، عيله محترمه. راسندل كامز فروم ريسبكتبل فاميلي، راسندل ده من عيله محترمه. لو قلت مثلا على فكره ممكن اقول ريسبكتبل سالري، مرتب محترم، واحد بيقبض مرتب محترم، بسم الله ما شاء الله عليه، ما بتحسدوش ولا حاجه يعني، بس اقول عليه برضو ريسبكتبل سالري. شقة محترمة، واحد عايش في شقة كبيرة، أو respectable flat. respectable profession، مهنة محترمة. respectable job، وظيفة محترمة أو مهنة محترمة. كل الحاجات دي يجيب معاها كلمة respectable بمعنى جدير بالاحترام. respectful دي بقى اللي هي بيحترم الناس، someone who shows respect، الشخص اللي بيظهر احترامه towards others، ناحية الآخرين، ده أقول عليه respectful، ما اقولش عليه respectable، لا اقول عليه respectful. نكمل زي ما احنا ولا نخش على الاسئله بتاعتكم؟ الفرق بين كلمه work و job و profession و career. work اسم لا يعد، لو جمعتها بقت works، مقصود بقى اعمال ادبيه او هندسيه. job ده اسم يعد، وممكن اجمعها تبقى jobs، وطبعا دي قبلها verb do، اقول I have a lot of jobs to do، وممكن اخليها تبقى ديت في الماضي عادي زي ما انا عاوز اقول. كلمه profession، مهنه بتحتاج لدراسه، ودايما في الاختيارات تاخد بالك هتلاقي قبلها كلمه nursing، medical، teaching. nursing profession مهنه التمريض، medical profession مهنه طبيه، teaching profession مهنه التدريس، وهكذا. كارير بقى دي الحياه المهنيه او 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 او, أو, أو السيره المهنيه، دي اسمها كارير، تمام؟ عايز بقى اناقش معاكم موضوع الريلاتيف بروناونز. انا قلت هنناقش كله بسرعه كده. الريلاتيف بروناونز ضمائر الوصل، هي طبعا فيها حاجات سهله بس انا هركز على النقط الصعبه عشان تبقى واضحه للكل. يا ريت تكتب الجملتين اللي انا هقولهم لك دول كده. لو انا قلت لك مثلا this is the factory، ده المصنع، نقط makes car tire، ده المصنع اللي بيصنع كاوتشات العربيات. This is the factory، نقط makes car tires، اختار where ولا which؟ طب الجملة الثانية، This is the factory، نقط my uncle works، ده المصنع اللي عمي بيشتغل فيه، اختار برضو which ولا where؟ يا ترى هنختارها ازاي؟ عيد تاني اللي انا قلته، This is the factory، نقط car tires، نقط makes car tires، اقولها which ولا where؟ الجملة الثانية، This is the factory، نقط my uncle works، برضو which ولا where؟
في الجملة الأولى هتبقى which، على الرغم إن الجملتين فيهم كلمة the factory. طب الأولى which ليه؟ في الأولى أنا المكان، لو المكان ده جاي في الجملة، مكانه في الجملة فاعل أو مفعول، بجيب معاه which. تاني لو كلمة المكان ده فاعل أو مفعول أجيب معاها which، لكن لو المكان أقصده كمكان بيحصل فيه حاجة معينة تبقى وير. بمعنى الجملة الأولى كنت بقول this is the factory، ده المصنع makes car tires، المصنع ده بيصنع عربيات، يبقى المصنع فاعل، يبقى أجيب معاه which. تالي كده واضحة وصريحة ومفيش فيها مشكلة خالص، محدش يعني هيقول إنها مش فاهمة. لكن لو أنا بقول this is the factory my uncle works، عمي بيشتغل فيه، يبقى ده أقصده كمكان. طالما كمكان يبقى نستخدم هنا في الحالة دي كلمة where my uncle works. تمام يا جماعة؟ طب أنا هستأذنكم بس دقيقة واحدة، في ناس كتير قوي بعت طلبات صداقة وعايزة تخش على اللايف، فمش عارف أنا مش عارف هخش عليهم اللايف هيقفل ولا إيه. أنا في التكنولوجيا دي بقولكوش يعني فظيع، ماليش حل أنا في حكاية التكنولوجيا دي. صح؟ ثانية واحدة بقى أشوف الناس دي عشان ما حدش يزعل بس مني.